من 5 لذيذه عم نخلصها النهارده، بقى فيها حته صغيره نكملها المره الجايه الحمد لله. مش فاكر تعالى كنا بنحكي من شويه حاجات صغيره كده، وقلنا لو انا داخل باركينج والراجل قال لي ان دخول الباركينج بس دخول الباركينج كده ب 20 جنيه وكل ساعه هقعدها هدفع 10 جنيه وهو عايزني اكتب ده في شكل ايكويشن. شكل اسالك سؤالين، السؤال الاول هل سعر الساعه يا ادم يا كريم يا جميل، هل سعر الساعه هيختلف لو انا قعدت 10 ساعات او قعدت ساعه واحده؟ حلو، يعني ده ملوش دعوه بالايه؟ باي حاجه ثانيه، بسعر الساعه 10 جنيه ثابته. يبقى سعر الساعه ده اندبندنت، سعر الساعه ده ايه؟ اندبندنت، يعني ملوش دعوه باي حاجه حواليه، هو مستقل بذاته بالظبط. يبقى احنا يا اولاد دلوقتي عدد الساعات هيبقى جوه الايكويشن هنا، طب هي الساعه كام قلت لي؟ 10. طيب يبقى انا هكتب 10 واسمي عدد الساعات ده اكس، بحيث ان انا لو قعدت ساعه يبقى الاكس دي ايكوال كام؟ 10. 1 الاكس تبقى ايكوال قول يا لو. مش عارفه بالعربي ليه؟ مش عارفه بالعربي ليه؟ انا عمال تقول الارقام بالعربي. انا اسف يا لو، هقول الارقام بالانجلش. حاضر. حاضر. ايوه الاثنين. اشرح بالانجلش. سعر الساعه 10 باوندز. اوكي؟ 1 اور ايكوال 10 باوندز. خلاص؟ فانا كده كتبت 10 اكس عشان الاكس تعبر عن النمبر اوف اورز. 1 اور يبقى 1 باي 10 ايكوال 10. 2 باي 10 يبقى ايكوال 20، 3 باي 10 يبقى ايكوال 30، 4 باي 10 يبقى ايكوال 40، حسب انا هقعد كام ساعة؟ في سؤال بقى، انا جاي لك في الكلام اهو حالا. سؤال بقى، هو مش في 20 باوندز بدفعهم أول ما أدخل من البوابة؟ آه. فين ال 20 باوندز دول؟ بلس باوندز. آه لازم أزوده مع المسألة، يبقى لازم أحط بلس باوندز. صح ولا غلط؟ صح. صح. يبقى أنا دلوقتي فهمت حاجتين، الحاجة الأولانية إن الإكس ده اندبندنت والواي ده ديبند. طب الواي بيعبر عن ايه يا سيده جودي؟ اسالني بقى يا يحيى، بيقول لي الواي بيعبر عن ايه؟ عن التوتال كوست، الفلوس اللي انا هدفعها. لو قعدت هنا ولا ساعه زيرو انا دخلت وخرجت، ده هيمشي وهدفع كام؟ 20 جنيه 20 باوندز 20 باوندز هدفع 20 باوندز. طب لو قعدت ساعه واحده 1 باي 10 ايكوال 10 وازود عليهم ال 20 يبقى هدفع 30. طب لو قعدت ساعتين يبقى 2 باي 10 20 بلس 20 ايكوال 40، يبقى انا هدفع 40. مين اللي عمال يتغير؟ الاندبندنت اللي بره عمال يتغير، كل ما تغير لي الاندبندنت اللي جوه هو يتغير، لكن سعر الساعه الواحده زي ما هو ملوش دعوه. فاهمين حاجه ولا لا؟ طيب ده كان بس ايه؟ نفهم اكتر يعني ايه اندبندنت واندبندنت. نفس الكلام يحصل لما تخش تطلب سندوتشات، خد بالك انت؟ سعر الساندوتش الواحد مش هيتأثر، انت طلبت 80 ساندوتش مش هيفرق معايا، صح؟ ستيل سعر الساندوتش ثابت وهكذا وهكذا، وبعدين يروح حاطط لك بلس ايه بقى؟ بلس يقول لك بلس الخدمه والضريبه. اه لازم نزود كده فلوس عشان احنا ايه؟ الخدمه والضريبه، الكرسي، ايوه بالظبط كده الكرسي. طيب ده كان مجرد تكمله للايه؟ للجزء اللي فات. نقول اخر معلومه واهم معلومه، اللي جوه الخناقه بنسميه ايه؟ اندبندنت، واللي بره بنسميه اندبندنت. طيب تعالى بقى نشوف الجزء الجديد ده كنا بدانا فيه المره اللي فاتت، فبفكرك بس فيه سريعا. تعالى بقى نشوف جزء النهارده. جزء النهارده يعتبر ريفيجن، كنا بنقول حاجه اسمها فيربال فورم او وورد فريز فورم، اي حاجه اللي هي عباره عن ايه؟ كلام. فانا دلوقتي لما اجي اقول كده يا جايده مثلا 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 دبل او توايس مثلا اي حاجه، توايس ا نمبر اد 27 اقول لك يلا اكتبها لي، تعمل ايه؟ قفلت المايه والنور على الناس اللي ورا كده مش شايفين حاجه. طيب انا مش عشان افكر الناس اللي مش فاكره. بصي فريده عماله تقول يا ترى هي كام؟ توايس دي يعني 2 ولا 7 ولا ايه؟ 2 صح؟ يلا بينا. يبقى انا هكتبها كده 2x ده توايس النمبر add 27 يبقى بلس 8 7. بس دبل برضه نفس ال توايس زي دبل بالظبط. مش ده اللي خدناه زمان؟ اه. كان في يونت 3 يا سيد علي؟ طيب ايه الجديد بقى؟ اكيد في جديد، الجديد ان انا اروح شايل ده كده وازود هنا كلمه add 27 وازود كلمه بص كده معايا equals 2k مثلا. ايه اللي حصل؟ ولا اي حاجه، حضرتك هتكتب نفس الجمله بالظبط بس هتكتب في الاخر ايكوال ايه؟ كي ايكوال كي. يعني الراجل ايه مش فيش جديد؟ كي ولا اي حاجه؟ هو كاتب ايه؟ كي. يبقى هكتب كي. طب لو كتب ا نمبر او انذر نمبر اكتب اي حرف.
يبقى انا عملت كده. كنا بنكتب الكويشن دلوقتي كتبنا ايه؟ الكويشن كلها صح 2x صح add 27 equals 2k. ممكن يقول لي L is triple. ماشي يا فندم شكرا. triple a number decreased by 9. إذا مستر يعني إيه L is L equal أيوان 3x minus 9 is زي كل صح جدا. L is يعني L equal triple يعني 3 3 times a number decreased by 9 يعني minus 8 minus 9. صعب الكلام ده يا ولاد؟ الكلام ده صعب ولا يعتبر ريفيجن على القديم؟ يعتبر ريفيجن على القديم. يلا بينا. أول حاجة بيقول لي 7 more than x equals a. يبقى أنا هاخد ال 7 أعمل فيها إيه؟ حلو جدا. يبقى أنا هاخد ال 7 أعملها plus x equals y. أور ممكن ال plus أبدلهم عادي x plus 7 equals y. أه عادي واحدة بس أنا بس بفهمك إن الاثنين إيه؟ ينفع. أنا ما عملتش كده. أنا عملت إيه؟ بالظبط. أنا عملت 7 plus x equals y. طيب ما هي 7 بلس اكس يكوال واي ايه؟ انا بقول لك اكتب اي واحده منهم دي او دي ده صح وده صح. واحده بس واحده بس الاثنين صح. انت اكتب واحده. الثانيه نفس الكلام. طيب الثانيه نفس الكلام بالظبط 33 مور ذان اس ايكوال 3 ولو بدلتهم برضو ايه؟ ما يفرقش. يلا اللي بعديها جي increased by 10 equals e. صح. حد ما عملش اول ثلاثة كده؟ ازاي increased يعني increased يعني زادت. تعال شوف اللي بعديها x equals يعني x equals يعني كل الفرق بين سؤال نمبر 4 وكل اللي فوق ان انا هبدأ بال x. يعني انت ممكن تطلعه لكن مش هتبقى غلط ولا حاجه. اكس ايكوالز ذا صم يعني ايه ذا صم؟ بلس. حلو يبقى انا هجيب هنا البلس بتاع مين؟ 61 اند واي. ادي 61 وادي واي. لا في مشاكل؟ الحمد لله زي الفل. تعالى نشوف اللي بعديها. طيب ايوه بس انا عملتها العكس. يعني ايه العكس؟ واي بلس 61 مش مهم. يفضل لو هو بدا بالاكس ايكوالز. اسمع كلامي. افتكرت ان هو عاملها لي بس مش تفرق. يلا نشوف 5 تايم سي هنلزق السي طيب جنب ال 5 صح يبقى 5 سي ايكوالز دي. نعمل نمبر 4. انا دلوقتي لو خليت الاكس ايكوال دي من الاخر فيش بس انت عشان السؤال ايكوال دي يا اولاد لو عملت دي 5 تايمز سي ايكوال دي مفيش مشكله بس احنا كبرنا المالتبلاي من انت الفاريبل في الكوفيشنت بتاعه فالصح ان انت تكتب 5 سي على بعضيها. اه يعني كده غلط يعني. يعني ما قلتش غلط مش انا بقول ده صح ده صح. هدي بتعمل سؤال صغير ده ايه؟ صح ده بتاع ناس كبيرة ده بتاع منهجنا ده بتاع زمان الاثنين صح بس ده افضل ده افضل. اشيك انا اشيك اشيك اه. تعالى نعمل ايه يلا؟ كي ايكوالز يعني ايه كلمة برودكت؟ طيب كي ايكوالز يبقى اكتب كي ايكوال البرودكت بتاع ال 4 وال 1 تعمل 4 تايم از 1 واحد قال لي هنطلع الريزلت لا هو عايز بس الاكسبريشن او الايكويشن يعني. ام تعال بقى اهم اثنين دول اهم اثنين اهم اثنين ركز بقى معايا. ام ايكوالز وايس ان يبقى ام ايكوال 2 ان انكريز باي 25. قلت الصعب يا حلا بس بقول مهمه مهمه تعمل ايه مش صعب. يلا نشوف اخر واحده اس ايكوالز
S equals S equal product of A and R. A plus R. Product يعني طيب دي عالي. Add to 42. Yes, 42. يبقى المسألة دي برضو زي اللي فوق بالظبط، مفيش فرق بينهم. هو عمل product الحاجتين وبعدين عمل لهم add مع number 10. هنلاقي في الكويز المرة الجاية إن شاء الله. حد فاكر يا ولادي يعني substitution؟ لا حد فاكر يعني substitution؟ أدر فاكر؟ تعالى نفتكر يعني ايه substitution. لما اجي اقول لك ان ال y equal 3x plus 1 بعدين اقول لك substitution ال x equal 2 تفكرت كده شوية؟ ما ده معنى ايه؟ معناه ان انت تشيل ال x تحط مكانها ايه؟ 2 تشيل ال x وتعوض عنها ب 2. طيب هنعمل ده ازاي؟ تعال نشوف مع بعض. لما يقول لي substitution x equal 2 انا اقول له الواي equal وهشيل الاكس واعمل تايمز مع 2 بلس 1 يبقى 3 باي 2 6 بلس 1 يبقى 7. فاحنا كده فهمنا جمله مهمه قوي او حاجه مهمه قوي، ان لو الاكس دي كانت ب 2 الواي will be كام؟ 7. شاطر. يبقى دلوقتي انا متاكد ان الواي معتمد على ايه؟ على الاكس. اتفضل. ليه ما حطيناش ال2 جنب ال3؟ عشان تبقى 32 يعني؟ لا عشان احنا لما عملنا الفوز كان السي لزقنا السي. ما انا لزقتها بس انا لو لزقت الارقام في بعض بص كده لو عملت كده هتفتكرها ايه؟ 32. عندي حلين، نحط مالتبلاي نحط براكتس كده الاثنين صح. يقول لي ليه ما لزقتهمش في بعض؟ وينفع الزق الارقام في بعض؟ وده سؤال؟ لا مش فاهم يعني اخر حته. اخر حته بيقول لي substitution x equal 2 تعرف تشيل x تحط 2؟ طيب هيبقى بين ال 2 وال 3 ايه؟ بين ال 2 وال 3 انت خلاص هتشيل x تحط 2 بينهم ايه بقى؟ ال 3 وال x. طيب يبقى 3 تايمز اللي هي بكام؟ 6. وبعد كده لسه في بلس 1 6 بلس 1 7. فلما الاكس كانت ب 2 عملنا لها سبستيتيوشن طلعت الواي بكام؟ 7. فاهمين يا ولاد؟ ولاد قاعدين برضه معلش يعني هو هيجيب سبستيتيوت مش هيجيب ويتش. اه عنده بالظبط كده كلمه سبستيتيوت هيغير ان هو يحط لي كلمه ايه يا يحيى؟ سبستيتيوت. او يقول لي كده if x equal 5 the y will be نقط ويديني الاكسبريشن فوق كده يقول لي y equal مثلا 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 5x minus 2 مثلا. تفرق حاجه عن كلمه سبستيتيوشن؟ تفرق يا فريد؟ مش اي حاجه. هروح اقول له يلا انت عايز الاكس دي تكون ب 5 انا اسمع الكلام يبقى 5 تايمز 5 ماينس 2 5 تايمز 5 ماينس 2 يعني ما حدش كده بليفو يعني ايه المساله يعني اكس 5 5 يعني المساله هي اللي واي ايكوال دي اسمها الايكويشن اسمها ايه الايكويشن وبعديها هيجيب لي الفاليو بتاعت الاكس وابتدي استخدمها في بعض. قشطه؟ فكره سريعه. واحده كمان y equal x plus 4 substitute x equal 7 يبقى انا هعمل ايه؟ 7 هتكون plus 4 هنشيل الاكس ونحط 7 يبقى انا هاجي عند ال y واقول له ال y بتاعتي 7 plus 4 equal 11. ده كلام صعب؟ لا صعب. جرب كده بيج 59 حل كويتشن 1 على بعضه بسرعه. بيقول لي ايفاليويت، ايفاليويت يعني احسب الفاليو بتاعت الحاجه دي لما الاكس تكون بكام؟ 5 ب 5. تعالى يلا نبدا. انا هشيل الاكس دي واحط كام؟ 5. يبقى واي ايكوال 2 تايمز 5 ايكوال كام؟ 10. حد يمليني؟ 10. يبقى اول سؤال هو 3 بتاني. عملت شويه
ماشي. اعمل واجبك وقتلك عشان تبقى محترم ومهندم في خطواتك. تبقى الستبس بتاعتك يا فريده يا رجايه واضحه. ماشي؟ ماشي. تعالى شوف الثانية يلا. تاني واحدة أشيل الإكس وأحط 5 يبقى واي إيكوال 5 بلس 3 يبقى واي إيكوال 8. اللي بيكتب خطوات اللي هو عملها يا أولاد إحنا بنحترمه جدا عشان بيبقى موضح لنا هو عمل إيه. جدع. يلا نشوف بعد كده نمبر 3. حد عمل 1 أو 2 غلط؟ واي إيكوال المرة دي هعمل 4 تايمز 5 وبعدين ازود 5. 4 تايمز 5 20. 20 بلس 5 يبقى الواي ايكوال 20 ايه؟ 5. شكرا. تمام. تعالى نشوف الواي. ناس كتيرة اتلخبطت في المسألة العبيطة دي. انت؟ برضه؟ ليه؟ سهلة خالص. تعالى نشوف. ادي أول واحد من الناس الكتير. تعالى نشوف يا سيدي. هنشيل الإكس ونحط إيه؟ 5. عارف دي يا يحيى بالعربي. لو جينا نقولها بالمصري كده هنقولها ازاي؟ خمسة وربع. ماشي خلاص. يبقى الواي ايكوال خمسة وربع. يعني 5 اند 4. خمسة وربع. كبير. هي هي. مين بيرغي؟ عشان نجيب بره. مين بيرغي؟ اسأل. يعني ده 5 صح؟ خمسة كاملة. خمسة هول. 5 هول. لما ازود عليهم كوارتر. يبقى 5 اند كوارتر. انا عايز اخد 5 لا 5 بس لا عايزين نزود عليها كوارتر. يلا تعالى نكمل. بس مش شرط جبت حاجات مش هتجيب عرفتي؟ مش هجيبها بقى الشهر الجاي نفس المكان على المكان التاني عشان تبقى فاضي. بس انت بتجيب يا اما مسجون يا اما انت عارف. انا عرفت لسه جايب حاجات من كتاب المعاصر اتعلمتها. اه بس انا مش هعمل كده الشهر الجاي عشان ما يبقاش نفس المكان. هتجيبه من مسجون بقى انا. دور بقى دور المهم نذاكر. 3 اكس يعني 3 تايمز 5 يبقى 3 تايمز 5 بلس 5 ايكوال 15 بلس 5 يبقى الواي ايكوال 20. يجي للديسيمال. ديسيمال 8.5 ايه المشكلة؟ اعمل واي ايكوال 5 بلس 8.5. لو انا متلخبط من الديسيمال او حاجة ممكن اعملها كده 8.5 بلس 5.0 مش دي 5 عادية؟ لا 5.0 ممكن اعملها بدماغي على طول ال 8 بلس ال 5 وانزل الديسيمال زي ما هو في البلس عادي انزل الديسيمال زي ما هو يبقى مستر دي هتبقى 5.8 بلس 5 كام؟ 13 يبقى الواي ايكوال 13.5. جميل جدا. ايه الفرق بين الديبندنت والاندبندنت غير ان الاندبندنت جوه المساله؟ ولا حاجه. فدايما لما بنيجي نعمل المساله نفسها بتلاقي مين اللي بيحصل له تايمز وبلس وماينس وديفايدد؟ الاندبندنت اللي هو عاده بيبقى مين؟ الاكس. فانا دلوقتي اللي هو النمبر اللي احنا عن ايه هنحطه مكان الاكس. طيب فهو في السؤال الجاي هيقول لك كده اكتب لي الايكويشن بنفسك. انت اكتب لي الايه؟ الايكويشن. بص معايا السؤال عشان تشوف تخيل شكل السؤال ما تبقاش ايه تتقل كده وخلاص. بص كده بيجي 59 ايه رايك كده كويشن تو راس السؤال نفسه راس السؤال رايت ان ايكويشن. يبقى انت اسمع اسمع يبقى انت اللي هتكتب المساله. بيقول لي استخدم يوز ذا فاريبلز اكس اند واي. استخدم ايه؟ اكس اند واي. اكس اند واي. طيب لما يقول لي استخدم اكس اند واي انا فاهم ان مين هيبقى الاندبندنت؟ الاكس. طالما ما حددتش طالما ما حددتش خلي الواي هي اللي لوحدها خلي الاكس هي الاندبندنت. طالما هو ما قاليش يجيب اي حروف بس هو بيظهر بيها يجيب اكس واي. تاني يبقى انا يا سيدي طالما هو ما حددش يبقى انا هعمل واي ايكوال وهدخل الاكس جوه الخناقه هنا يا اكس بلس رقم يا اكس ماينس. هنشوف بقى كل سؤال بنعمل فيه ايه. ماشي يا جايده؟ سهله قوي. طب تعالى نقرا. بيقول لي ذا ايكويشن مالتبلاي باي 5 كوما سبستيتيوت اف اكس ايكوال 7. يعني طالب ثواني حالا فاهم اللي مش فاهم في ناس مش فاهمه لسه احنا بنعمل ايه. يبقى هو طالب مني كام طلب هنا؟ طلبين. عايزني اكتب الايكويشن
باستخدام يا فريده الواي والاكس، وبعدين اشيل الاكس يا ادم واحط مكانه الرقم اللي هو قال لي عليه. ماشي يا احمد ولا مش ماشي؟ طيب تعالى نقرا اول واحده. بيقول لي هنحل السؤال عشان نفهم. ايه السؤال الاول؟ بيقول لي ايه؟ The equation multiply by 5. شايفاه؟ مين اللي هنعمله multiply by 5؟ الاكس ولا الواي؟ مين اللي جوه الايكويجن؟ اكس. يبقى انا هعمل كده واي ايكوال 5 اكس. انا كده كتبت الايكويجن خلاص. نعمل الخطوه الثانيه اللي هي الايه؟ substitution. substitution اللي خايف على كرامته لو تاكل. هنشيل الاكس نحط 7 عشان هو قال لي substitute الاكس ب 7. يبقى الواي ايكوال 5 تايم 7 ايكوال 35. كده خلاص السؤال الاول. يبقى هو طلب يا فريده حاجتين، طلب ان انا اكتب الايكويشن وبعد الايكويشن اعمل ايه؟ حل. يعني هو هنا انا لما اجي اكتب له الاجابه اكتب له اللي هي واي ايكوال 5 الاثنين. ده نص الاجابه الاول كده انا عملت رايت الايكويشن. ده نص الاجابه الثاني كده انا عملت سبستيتيوشن. هو طالب الاثنين. طب بس انا كده المساله مقارنه ان هو 5 اكس بلس 3 مثلا. اكتب اللي هو 5 اكس واكتب الاكس ايكوال 7 واعمل كذا كذا. خلاص يا شباب نركز معايا. طيب قلنا الريليشن دي حاجه بنعملها للاكس، فلما يقول لي الريليشن از ادينج 1 او اد 1، لما يقول لي الريليشن از ادينج 1 يبقى الادينج 1 ده يحصل للاكس ولا للواي؟ للاكس عشان هي اللي جوه الايكويشن عشان هي الاندبندنت. فانا هروح دلوقتي على الاكس واقول له الايكويشن بتاعتي واي ايكوال اكس بلس 1، دي اسمها الايكويشن. كده انا خدت نص الدرجه. كده خدت نص الدرجه يا احمد يا عبد المجيد. يقول لي بعد كده سبستيتيوت. يعني ايه سبستيتيوت يا احمد؟ فاهم؟ شفت سؤال هتكلم فيه ان انا ايه غره؟ اللي هو قول يا فريد اللي هي مثلا الاكس او الواي او اي حاجه تيجي تساوي الرقم. صح، عوض عن الرقم ده. يعني شيل الاكس وحط كام يا سيدي؟ 5.2 سبستيتيوت. يعني شيل الليتر يا جودي وحطي الفاليو بتاعتها. ينفع فريشن بلس عادي. يلا يا سيدي يبقى واي ايكوال ما كتبتش الاكس في زيرو لان هو بيقول لك اكتب الايكويشن وبعدين عوض. واي ايكوال 1 بلس 5 لسه سائل نفس الجمله كتب الارقام على طول. قلت له ما ينفعش عشان هو في السؤال طلب مني اكتب الايكويشن by using x y. انت استخدمت x y كتبت الايكويشن يبقى هيجيب زيرو او على الاقل هيشيل لك نص درجه في المساله. طب ليه يا عم الحاج؟ ما نكتب المساله كلها ادي 5.2 بلس 1 اعمل الهول مع الهول والديسيمال ينزل. يبقى الواي بكام يا عم؟ ب 6.2. يبقى الواي 6.2. قول مش كل الاسئله يعني هنا يهمني ده والواي ايكوال كام؟ ماشي؟ تعالى نشوف اللي تحتيها. الريليشن بتاعتنا يا مريم. فين الريليشن في السؤال الثاني؟ سؤال سي ده. فين الريليشن هنا؟ واي ايكوال 5x بلس 3. ليه 5x؟ ليه مش 4؟ سوري 4x بلس 3. شطوره. الريليشن ملتبلاي باي 4 يعني اعمل الاكس تايمز 4 وبعدين اعمل لها اد باي 3. يعني اعمل لها حاجتين. ملتبلاي باي 4 الاول وبعدين زود عليها 3. يبقى الايكويشن بتاعتنا اسم الضرب. اسم الضرب. اسم الضرب. واي ايكوال حتى لو حللها اسم الضرب بلس 3. دي اسمها الايكويشن. كده يا احمد عبد المجيد انا خدت نص الضرب. اروح بقى اعمل سبستيتيوشن. اروح اعمل ايه؟ سبستيتيوشن. يعني ايه سبستيتيوشن؟ اعوض مكان الاكس بالايه؟ بالرقم. نسال ميرال ماذا افعل يا ميرال؟ ماذا افعل لحل هذه المساله؟ ايوه تايم واي ايكوال 4 تايم 3.3 ممتاز بلس ايوه 3 ممتاز ممتاز. طيب هنعمل ايه؟ هي ايه اللي هي عملته ده؟ اسمه سبستيتيوشن. اسمه ايه؟ يعني ايه سبستيتيوشن؟ يعني شيل حرف الاكس ده حطه مكانه الباقي اللي هو قال عليها. فنعمل ال 4 عشان هي لازقه في الاكس يعني ملتبلاي بينهم تايمز. يبقى انا هشيل الاكس واحط 4 تايم 3.3. نحسبها ازاي بقى؟ تعالى نحسبها على جنب هنا.
4 تايم 3.3 بنكتب الكبير اللي فيه عدد من الديجيتس اكتر فوق وفور تحت. اعتبر البوينت مش موجوده. اعتبر البوينت مش موجوده. تعرف تعمل ملتبلاي؟ لا. يلا قول لي هنعمل ايه يا يحيى؟ اختار 4x3 هنعمل 4x3 equal 12 2 carry up 1 4x3 plus 1 16 حلو كده خلصت التايمز. احط البوينت فين بقى؟ بعد رقم ولا رقمين ولا ثلاثة؟ بعد رقم واحد عشان بعد رقم واحد عشان هو هنا 1 ديسيمال اونلي. طب بص اليمين بعد من اليمين 1 حط البوينت. ماشي يبقى انا دلوقتي حصل خير. يبقى انا دلوقتي عرفت ان الريزلت بتاع الاثنين دول كده يا ريماس عباره عن 13.2 دي لسه هزود عليها كام؟ 3 هزودها على الهول عشان هي هول زي يعني. يبقى الريزلت 16.2 multiply by 5 وبعدين add 4.1 يعني اعمل تايمز 5 وبعدين زود 4.1 يبقى انا هقول كده y equal 5x plus 4.1 فريدة اللي ورا اعمل ايه يا فريدة؟ ادي 5 لما بلاقي حاجتين لازمين في بعض ده اسمه multiply. ده اسمه ايه؟ يعني 5 multiply مع الx. الاكس ده رقم ما نعرفوش فجأة هو قال عليه في المسألة ان الرقم ده اسمه يا انس 1 اسمه ايه؟ يبقى بعد ما كانت ال 5 تايمز رقم ما نعرفوش بقت ال 5 تايمز 1. انا شلت الاكس وحطيت 1 ده اسمه سبستيتيوشن. بعد كده في بلس اكمل مسألتي بلس 4.1 ده انا بحسبه ده اسمه y equal طبعا. احسب بقى 5 تايم 1 5 بلس 4.1 الله يعني بقى ايه؟ يحط ال 5.0 واعملها بلس ال 4.1 يا اما فاهم ده جه منين؟ ما انا سالتك قلت لي لا قلت لي من الحسابات سالتك ده 5.0 طب انا اصلا مش محتاج اكتب 5.0 يبقى 5 بلس 4.1 9.1 عشان انا بعمل الهول مع بعض والديسيمال ينزل طب هو الثاني كمان ما فيهوش ديسيمال. نفس الكلام هنعمله هنا بالظبط يبقى الريليشن ملتبلاي باي 2 يبقى الواي ايكوال 2x. طب الاكس دي بكام يا عم؟ الاكس دي ب 8 يبقى انا هعمل 2 باي 8. السؤال اللي تحته بقى y equal 2 by 8 equal 16 اللي كتب 16 على طول ما فيش مشكلة. قال لي الـ equation divide by 3 divide by 3 يعني x divided بس لازم اكتب y equal y equal 2 by 8 y equal 16 كده رايحين واحدة x over 3 هي خلاص هيحل عشان عايزين نحسب كام. ايه؟ ايه مش فارقة؟ مفيش فارقة في المالتبلاي عادي. يبقى ال y equal لو ايه؟ لا لو في ديفايد مش عادي. يعني يا ولاد اسمعوني سؤال جميل من الرماس. تقول لي يا مستر هنا ينفع ابدلهم؟ ما ينفعش. طب هنا ينفع ابدلهم؟ ينفع. امتى ينفع وامتى ما ينفعش؟ تايمز وبلس ينفع، لكن ماينس وديفايد ما ينفعش.